وايد خايفة ترى شكله يسرسح. Oh my god. ثلج. Oh my god. مو مستعدة حق فيديو اليوم. نفس ما انتم ملاحظين يعني توني قاعدة من النوم وجهي مفقع. انا سمعت وايد ناس يتكلمون وينزلون على التيك توك طبعا وعلى الانستغرام وكل مكان ان الثلج يعني شيء معجزة حق البشرة. زين كلنا عندنا ثلج في البيت، واذا ما عندنا ثلج وايد سهل انكم تسوون ثلج، ويقولون ان لازم نستغل الثلج لان في له وايد فوائد. احنا شفنا زين ممثلين ممثلات مودلز انفلونسرز ناس على تيك توك وايد ياخذون غضارة نفس هذه ملونها ماي يحطون فيها ثلج وبعدها يحطون ويهم داخل لمدة 15 ثانية. شفت فيديوهات ناس يسوون هذا التكنيك على يوتيوب، يعني يسوونه كل يوم لمدة أسبوع ويقولون إنهم يشوفون فرق في بشرتهم، بس يعني يمكن الكاميرا ما تكون واضحة، أنا ما أشوف فرق وايد. في اليوم أنا قلت أبي أجرب. إنزين يقولون إن في فوائد تحصل بسرعة يعني تشوفينها عقب ما تحطين وجهك في غضارة الثلج، وفي ناس يقولون لازم تستمرين لمدة شهر كذي عشان تشوفين فرق. ففي فيديو اليوم انا يعني بحط وجهي في ثلج بعد شنو يعني، ابي اشوف اذا عقب ما اخلص احصل نظارة في بشرتي، احصل برايتنس جلو ما ادري شنو. وبعد يقولون ان مظهر المسامات تصغر. لا تنسون تسوون لايك كومنت سبسكرايب وتابعونا على الانستغرام على التيك توك، وادعوا لي بليز ترى انا ابرد بسرعه، والله انا بريده ما تخيلون ايش كثر انا خايفه. يلا خلينا نبدي ويا الفيديو. هوبا انزين عندنا الثلج هني كيس كامل. هذا كم كيلو؟ والله 3.5 كيلو وانا مجودتها. ترى قاعدة اروح الجيم ما ادري اذا لاحظته ولا لا. الحين هذا شلون بطله بس كذي؟ اوه ايش بسوي في كل هالثلج؟ في فريزر في المكتب، ما عندي غير هالمقص بعد، يعني اليوم الفيديو بيكون مأساة. اوه ماي جاد الثلج قاعد يذوب على بنطلوني. انزين اوه ماي جاد ما قاعدين يطلعون. واخيرا المشكلة الثلج شوي ذاب ويعني تجمدوا كلهم ويا بعض، تخيلوا. اوه بارد بارد. انزين في عندي قطع هني مكسورين. اوه ماي جاد ما اقدر ما اقدر. وحطينا فيه ماي. ترى شكله يسرسح. انا بس قاعدة احضر نفسي، وايد خايفة وايد خايفة. باخذ تليفوني بحط عليه تايمر مدة 15 ثانية، ما اعرف اذا انا اقدر امسك نفسي لمدة 15 ثانية بس بنجرب. بليز هل الموضوع يسوى؟ من فوائد الثلج من فوائد الثلج للبشرة انه يعطيك نظارة، يقلل من مظهر المسامات، يشد وجهك، يقلل التنفخات خصوصا حول العيون لما تقعدون من النوم، وبعد يقلل نسبة التجاعيد. بس يعني انا ما اؤمن بهالشيء، لابد ان الواحد يحصل تجاعيد، فما اظن ان الثلج بيساعدك. يعني شنو بيسوي؟ يعني يفرز وجهك عشان ما تحصلين تجاعيد؟ والله يمكن، بس اكيد يعني في له فوائد. انزين مو كل الناس يؤمنون بهالفوائد، انا واحده منهم الصراحه، بس قلت ان ابي اجرب. في ناس يسوون هالحركه. اوه ماي جاد وايد بارد وايد بارد. في ناس يسوون هالحركه ويا الثلج اذا يحسون بالقلق، إذا يحسون بالانكزايتي، يعني يحطون وجههم في غضارة ثلج ويقولون إنه وايد يساعدهم. أنا الحين بس قاعدة أتفلسف عشان ما أحط وجهي في الثلج. ترى أنا عبالي إنه بيكون سهل. أنت نحطين في الأمر الواقع. شلون بحط وجهي داخل؟ دقيقة أحس لازم أرفع الكرسي. أوكي لازم نسويها لازم نسويها. خلاص 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 يلا 1 2 3 بسم الله. أبدي التايمر. إنزين بسويها. 1 2 لحظة تايمر الحين ابدي. اوكي وايد بارد وايد بارد. ببدي من وجهي قاعد يحرقني. اوكي من البداية جايز ما اقدر، احس انه يحرق تعرفون. خلاص الحين من صجي لازم اسوي 1 2 3. Oh my god. تحسون شكلي صار احسن؟ تقدرون تشوفون ايش كثر خشمي احمر؟ هاي كل الدم او حتى ها شوفوا وجهي كامل صار احمر عشان يعني الدم قاعد يتحرك ودورة الدم وهالسوالف. ليش هني صار احمر وايد؟
بس شنو احساسي الحين؟ اوكي شلون كانت التجربه؟ كان وايد صعب علي، للحين ما احس اني قادره اتنفس عدل. احس اني انا برت بس وجهي حار. هل تشوفون نظاره؟ طبعا ما بتشوفون فرق عقب اول مره. المسامات عندي برايه هني للحين يعني ما صغروا، طبعا ما راح يصغرون لهالدرجه، بس باخذ ثلج من هني عشان اعوض يعني، وببدي احركه على وجهي. شوفوا هالاحساس كذي اوكي، انا متعوده اسوي هالشيء، بس انك تحطين وجهك في ماي، ناس يقولون انه ضبط وياهم وناس يقولون انه ما شافوا فرق. يعني هو 15 ثانية بس انا حسيت اني كنت تحت الماي لمدة سنتين، يعني ما بكذب عليكم. هاي الحين اللي قاعدة اسوي احس وايد وايد اسهل من اني احط وجهي في غبارة ماي بارد مع الثلج. فشكلي ان انا يعني يمكن ما اسوي مرة ثانية الصراحة، احس ما ابي اسوي مرة ثانية، بس اذا تبوني اسويها لمدة اسبوع كامل كتبوا لي في التعليقات. انا افضل بوايد اني اخذ ثلجة واحركها على وجهي بهالطريقة. شوفوا من كثر ما وجهي حار الثلج قاعد يذوب بسرعة، فانا افضل هاي الطريقة اللي قاعدة اسويها الحين. بس يعني انا فخورة في نفسي اني قدرت اسويها، بس ما بسويها مرة ثانية. كتبوا لي في التعليقات، لحظة محتاجة فوطة شيء. كتبوا لي في التعليقات اذا انتم بتجربونها وشنو رايكم في الموضوع كله، واذا تجربونها لازم 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 طرشوني مسج على الانستغرام. كل حسابات السوشيال ميديا مالتي في صندوق الوصف. الحين قمت احس بالانتعاش الصراحه، واحس اني قعدت من النوم. يعني اذا تبون طريقه شلون تقدرون تقومون من السرير وتقعدون من النوم جربوا. لا تنسون تسوون لايك كومنت سبسكرايب وتابعونا على الانستغرام وعلى التيك توك، وبشوفكم المره الجايه ان شاء الله. باي. اوه ماي جاد، باي.